راح نبدأ نشحن جواهر بالحساب. كم جوهرة راح أشحن بالحساب؟ راح أشحن 25,000 جوهرة يا أصدقائي. نعم 25,000 جوهرة راح نحرق أبوهم بعد الحساب. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم بفيديو جديد، بفيديو اسطوري. اصدقائي قبل ما نبلش بعد الفيديو، خلونا نوصل هذا الفيديو، بدنا نوصل هذا الفيديو لل 200,000 لايك. بعرفكم كفو قدها وبنقدر نجيب ابو ال 200,000 لايك. بس اصدقائي بتمنى بكل اسطوره قاعد يشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت ويحط اللايك ويشترك في القناه اذا ما كان مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. يا اصدقائي ليش بدنا نوصل هذا الفيديو 200,000 لايك؟ بدنا نوصل هذا الفيديو 200,000 لايك لانه في شيء اسطوري بهذا الفيديو راح تشوفوه بعد شوي. اول شيء خليني اشرح لكم على فيديو اليوم. شو راح يكون فيديو اليوم؟ فيديو اليوم يا اصدقائي راح يكون، راح احول حساب نوب الى حساب برو. طيب اتوقع واضح من العنوان شو هي الفكره. فتحت حساب جديد مثل ما انتم شايفين، هذا حساب جديد قدامكم. الحساب لسه بادم، ما في ولا شيء، الحساب لسه جديد، لسه هلا فاتحه. هذا الحساب راح احوله الى حساب اسطوري. اذا وصل هذا الفيديو 200,000 لايك راح اعطي هذا الحساب للمتابعين. اول شيء راح نبدا نشحن جواهر بالحساب. كم جوهره راح اشحن بالحساب؟ راح اشحن 25,000 جوهره يا اصدقائي. نعم 25,000 جوهره راح نحرق ابوهم بعد الحساب. حصلنا على هذا القناع مثل ما انتم شايفين تبع تباب شخصيه جوزيف. اوكي نرجع مرة تانية، كمان 5600 جوهرة، كمان رح نحرق اول شباب $250. اول شيء رح نشحنهم 25,000 جوهرة بعد الحساب ونحرق ابو كل شيء يا شباب. رح الحساب هذا عن جد رح نحوله من حساب نوب الى حساب اسطوري. ومثل ما حكيت نوصل الفيديو 200,000 لايك راح اعطي هذا الحساب للمتابعين، راح اعملكم عليه مسابقه واعطي هذا الحساب للمتابعين. نعم يا اصدقائي هذا الحساب احد المتابعين راح يكون من نصيبه. طيب خلونا ناخذ جواهر اللي هون نشوف كم جوهره هيك صار معنا. هيك صار معنا 22,900 جوهره. نرجع مره ثانيه يا اصدقائي نشحن 2000 جوهره ونخليهم يصيروا 25,000 جوهره. علي عمر لما بيحكي 25,000 جوهره يعني 25,000 جوهره. مثل ما انتم شايفين صار عندنا 25,000 جوهره و80. طيب هيك بنكون حرقنا ابو الجواهر يا اصدقائي، وهيك حصلنا على 25,000 جوهرة. عن جد راح نحرق كل شيء، راح نشتري كل شيء، الحساب راح نخليه يصير اسطوري. اوكي في عندنا هون تبع العروض تبع الشحن شو راح ناخذ منهم؟ خلونا ناخذ هذا السكين تبع الشاب يا اصدقائي لانه اغلب متابعيني هم شباب واتوقع الفائز راح يكون شاب، فراح ندقق اكثر شيء على سكنات الشباب. طيب هون في عندنا هذا العرض تبع تسجيل دخول اول ما بتفتح حساب جديد. اوكي طيب شوف عندنا هون اشياء ثانيه يا اصدقائي، هاي السكنات اللي حصلنا عليها لسه. والله محتار بشو ابدا يا اصدقائي، يعني حرق راح نحرق كل شيء. شوفوا اول شيء ركزوا معي، الحساب جديد ما فيه اي شيء، ما لعبت فيه بس جيمين وانسحبت. يعني بتعرفوا اول ما بتفتح حساب جديد لازم تلعب جيم. طيب خلونا نبدا هلا اول شيء بالاكواد. طيب راح ندخل اكواد نادره، اكواد اسطوريه بهذا الحساب. اوكي هون دخلنا على تبع الاكواد، خلونا نسجل دخول بس بحساب الجوجل. اوكي طيب اول شيء راح نحط يا اصدقائي كود فاير باس. اوكي هذا الكود تبع الفاير باس انا ناسخه، هاي خلينا نسوي لصق للكود تبع الفاير باس. اوكي ونسوي تاكيد وهيك يا اصدقائي تهنيا الاستبدال ناجح، سيتم ارسال اي بي اي كارد. اوكي طيب في عندنا الكود اللي بعده اللي هو كود الشورت الجنس. كود الشورت الجنس يا اصدقائي الاستبدال ناجح تهنيا مثل ما انتم شايفين. اوكي الكود اللي بعده اللي هو عندنا الكود تبع الكنزة السوداء يا اصدقائي، اكيد كلكم تعرفوها البلوزة السوداء. هاي حصلنا على 3 اكواد مثل ما انتم شايفين، الاستبدال ناجح سيتم الارسال. اوكي هيك سكرنا اللعبة وفتحناها من اول وجديد، وهيك لازم يكونوا الاشياء اللي استبدلناهم بالاكواد وصلوا عندنا. خلونا ندخل على اللعبة يا اصدقائي ونشوف الاشياء اللي وصلت لعندي بالحساب. طيب هيك دخلنا على اللعبة، بس وين؟ ما في البريد. هاي البريد صار احمر، هاي البريد عندنا صار احمر، فاكيد وصلوا عندنا الاشياء اللي بدنا استبدلناها بالاكواد. فطيب هون وصل عندنا شرطة جينز وهون وصل عندنا الفاير باس، بس الكنزة السوداء ما وصلت ليش ما بعرف. اوكي نرجع ناخذ هذا، رح نرجع نسكر اللعبه ونفتحها، لازم توصل الكنزه السوداء. طيب هذا الفاير باس يا اصدقائي، وهيك مثل ما انتم شايفين انشحن الفاير باس بالحساب. لسه على فكره لا تفكروا هاي الاشياء اسطوريه، لسه نحن في البدايه في اوكي هون سكرنا اللعبه وفتحناها مره ثانيه، لازم يوصلني. ايوه هي وصلت الكنزه السوداء. اوكي هاي الكنزه السوداء يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين حصلنا عليها كمان. والله انا شايف من الان فاير باس والكنزه السوداء وشرطه الجنز، انا شايف الحساب صاير اسطوري من قبل ما نبدا نصرف الجواهر، صار الحساب اسطوري. فلسه مثل ما انتم شايفين هاي البدايه، لسه هاي البدايه اصدقائي، لسه بدنا نجيب شخصيه الوك، بدنا نحرق ابو كل الاحداث اللي موجوده، ما راح نخلي شيء ما راح نسويه بالحساب يا اصدقائي. لسه ما من اي شيء بالبدايه نحن. اول شيء خلونا هلا
نرجع نجيب شخصية ألوك. وين راحت شخصية ألوك؟ هاي تعالي ألوك هاي 600 جوهرة 599 جوهرة وهي جبنا شخصية أوه عطونا عرض على هاي الرقصة يلا راح نجيبها كمان راح نجيبها في رصيد كبير 25000 جوهرة. طيب شو راح نجيب كمان يا أصدقائي؟ هون راح نلبس على ألوك اوكي بس بنحتاج حذاء هاي الرقصه اللي اخذناها عطونا عليها عرض اوكي. طيب الفاير باس الفاير باس راح احرق ابوه الفاير باس يا اصدقائي. كيف احرق ابوه الفاير باس؟ راح اشتري 225 نقطه فاير باس يعني راح اجيب الفاير باس كامل اوكي. طيب هون لعنا هذا السكن تقريبا 7000 جوهره والله خلوني ارجع افكر بمزح ما راح ارجع افكر بالموضوع 7000 جوهره 6700 وهي جبنا 255 نقطه فاير باس وهيك راح نقدر نحصل على جميع اغراض الفاير باس مثل ما انتم شايفين. يعني اذا وصل هذا الفيديو 200000 لايك راح اعمل مسابقه على هذا الحساب اوكي. واللي راح ياخذ الحساب طبعا المسابقه اكيد راح تكون بروم يعني اللي بيجيب البويا هو اللي راح يحصل على الحساب. واللي راح ياخذ الحساب ما راح يحتاج حتى انه هو يكمل مهمات راح يدخل يلاقي اغراض الفاير باس كلها موجوده بالحساب يعني الحساب راح يصير اسطوري. لا تطلعوا من الحساب لسه ادم لسه نحن بالبدايه اصدقائي انا قاعد بقول لكم احنا بالبدايه لسه الخير لقدام جاي الخير يا اصدقائي. الاحداث كلها الموجوده هاي بدون نقاش راح نحرقها خلونا نكمل هلا اغراض الفاير باس ما بدي احرق عليكم كثير يا اصدقائي. طيب هيك حصلنا على كل اغراض الفاير باس. والله اليوم بحس صوتي كويس الحمد لله تحسن صوتي كان صوتي شوي مبحوح. طيب هون عندنا الفاير باس 225 نقطه وهيك حصلنا على كل اغراض الفاير باس. ما راح نشوف شو الاغراض اللي حصلنا عليها كلها راح نشوفها بنهايه الفيديو. فطيب نهايه الفيديو راح احكي على المسابقه يعني اذا وصل هذا الفيديو انا راح احكي على المسابقه على كل حال. واذا وصل الفيديو انا بدي الحاضنه الثانيه دخل هاي الحاضنه اوكي عندي 2 ذهبيات وواحد قناع وراح اجيب ارخص سكن. شو رايكم يا اصدقائي؟ ما بدنا نضيع الجوار هلا كلها وبالاخير ما يعطونا الاقنعه الثانيه يلا نجيب هذا ارخص سكن اسطوري. فمثل ما حكيت بنهايه الفيديو راح احكي عن المسابقه كيف راح تكون وكيف الفائز راح ياخذ هذا الحساب. فراح احكي عن المسابقه على كل حال اذا وصل الفيديو 200000 لايك راح اعملها واذا ما وصل راح تلتغى الفكره اوتوماتيك اوكي. هون عندنا هذا الحدث تبع البروفيسور يا اصدقائي اكيد راح نجيب سكن للكريمنال الاحمر. راح نحتاج 4 توكن نخوض الحدث ما بدي اشرح انا بدي احرق على السريع هاي التوكن اللي بعده يا اصدقائي توكن مرة تانية نايس اوكي. طيب حسيت حالي بغني راب اوكي. طيب مرة تانية 120 جوهرة ما في هاي كمان توكن الثالث نحتاج كمان 2 توكن يا اصدقائي هاي التوكن الرابع اوي جاد باقي توكن واحد يا اصدقائي وراح نحصل على سكن ما بعرف اقول سكن هدول خليهم ما راح استبدل اي شيء. الاغراض اللي راح تيجي عندي بالشنطه كلها ما راح استبدلها. ليش ما راح استبدلها؟ لانه علي عمر ركز انت بحساب جديد مش بحسابك يعني لو بحسابي راح استبدلهم لانه البكجات كل السكنات راح تكون عندي دائمه فما راح استفيد اي شيء بالبكجات. اما البكجات اللي راح تكون موجوده ها كلها راح اسوي لها ارسال للخزنه عشان نفتح البكجات مع بعض بعدين وان شاء الله تطلع لنا سكنات اسلحه دائمه او الاشياء دائمه الموجوده بالبكجات. فطيب ما راح استبدل اي شيء بسكنات مجانيه كله راح الف بالجواهر باقي بس توكن واحد يا اصدقائي ونحصل على سكن للبروفيسور او سكن للكريمنال الاحمر انا ما راح اقول بروفيسور. يلا يا اصدقائي هاي كمان 120 والله انا شايف انا حاسس حالي قاعد بنصب عليه. علي عمر ركز انت قاعد وبتصرف والله يعني. طيب اول 4 توكن اعطونا اياهم بكل سهوله وشوفوا انا بعرف حظي يعني هذا شيء مش غريب دائما هيك عن جد مش انا حظي هم المواقع هاي هيك يعني مثلا بيعطوك اول 4 توكن بكل سهوله وبعدين التوكن الاخير بيصير صعب عشان انت تضل تصرف تقول ها اقتربت وتضل تصرف مثل ما علي عمر قاعد بيصرف وبيحرق حاليا. اوكي طيب والله راح اجيبك سكن الكريمنال الاحمر انا خلص هذا الحساب بدي اخليه يكون حساب اسطوري عشان الفائز اللي يحصل على هذا الحساب يكون فعلا مبسوط بالحساب يعني فعلا يدخل ويقول الحمد لله حصلت على حساب اسطوري. فراح نجيبه يعني عادي حتى لو خلصوا جواهر هدول على هذا الحدث وما حصلنا على سكن مستعد اشحن 10000 جوهره مره ثانيه واجيب ابو السكن. اوكي مره ثانيه كمان هاي 120 كمان على السريع 120 والله خلص عيب عاد والله قرينا عيب يعني لازم يطلع لي التوكن الخامس. والله تقريبا راح نصرف 5000 جوهره على السكن هاي واخير الله ياخذك الله يخليك. طيب اللي بعده يا اصدقائي هيك اخذنا راح ناخذ كل اغراض حصلنا على 5 توكن بطاقات وشخصيه حياته تعالي حياته. طيب وهذا واخيرا السكن الاسطوري حزمه خطه برمودا هذول. طيب هذول شو اسوي فيهم الرقصات اعطيني اياهم 60 مره لازم نستبدل منهم بسبنات عشان اقل شيء يعطونا بكجات بدالهم يعني اوكي 3 هيك بسبن حصلنا باكج
فطيب باقي عندنا لا لازم نخلي واحدة فيهم، لازم نخلي واحدة فيهم عشان نسوي لها إرسال للخزنة، والتاني راح نحط شيء من الصور هيك عشان يصيروا ثلاثة ونستبدلهم بالسبن. طيب راح نحط من الصور هدول الصور، لا واحدة بس. طيب هيك حصلنا كمان على باكج. اوكي الباقي كله راح نسوي له ارسال للخزنه، وهدول كمان والارسال الى الخزنه، وهيك صاروا الاغراض هاي كلها موجوده بالحساب، فكجات واشياء اسطوريه راح نفتحهم بعدين. خلونا هلا نشوف الاحداث الثانيه. هذا الحدث اوكي هذا بيوديك على اليوتيوب تقريبا كمان. نشوف هذا قدر واربح كمان بودي على اليوتيوب. ارقصها الان، رقصه الكلب يا اصدقائي، رقصه اليوتيوب هاي الرقصه عن جد كثير نادره ولازم تكون موجوده بالحساب. راح نبدا على السريع يا اصدقائي، راح ناخذ حجر الحظ، وهي 200 جوهره. اوه ماي جاد والله طلعتنا من اول سبن. طيب يا اخي هيك طيب بروفيسور تعلم، يا بروفيسور تعلم هيك تطلع من اول سبن، ليش تعبتني معك؟ طيب نشوف شو في عندنا احداث ثانيه. كونوشي خطا جايك يا كونوشي، جاي الماكينات كمان جايكم، راح احرق ابوكم استنوا. هي جاي الماكينات يا اصدقائي، وفي عندنا اول ماكينه واللي هي هاي طبعا خلونا نشيل، بتعرفوا اثنين اغراض ما بدنا اياهم، راح اشيل هدول الباكجات. اوكي هدول الباكجين، ويلا نسوي تاكيد. اوكي وخلونا نبدا باول سبن يا اصدقائي بتسعه جواهر، خلونا ناخذ هاي اول سبن نشوف شو راح يطلع. اكيد المشتقات الجولد وبعدين سكنات للاخر كالعاده اصدقائي. اوكي حصلنا هذا الباكج تبع شيبا، اللي بعده اصدقائي 50 جوهره، نشوف شو راح يطلع لنا بالباكج اللي بعده. اوكي البكجات الله ياخذ البكجات. طيب اللي بعده مره ثانيه اصدقائي 100 جوهره، نشوف شو راح يطلع لنا بال، لا حرام والله توقعتها تكمل للوحه التزلج. طيب نشوف اللي بعده شو راح يطلع لنا هون هذول البكجات. اوكي طيب كمان 300 جوهره، نشوف شو راح يعطونا ب 300 جوهره لوح. لا طيب اعطونا هاي البطاقات، يلا باقي عندنا بس ثلاث اغراض، وهيك حصلنا على لوحه تزلج مثل ما انتم شايفين. اوكي نايس، هي جبنا له هي شباب، هاي لوحه تزلج عن جد اكثر شيء اسطوري نزل بحدث لكازا دي باب. طيب هلا راح يعطونا البكجات، وسبل اللي فتحت البكجات بالغلط. طيب سبل اللي بعده اكيد راح نحصل على سكن. طيب وهي هيك حصلنا على كمان احد سكنات البروفيسور، احد سكنات خطه برمودا. طيب هاي البطاقات ناخذ هذا اللي بعده كمان بطاقات، وهي كمان بطاقات، ندخل لسكن البنت، كمان سكن البنت راح اجيبه هو والشنطه. فطيب خلونا نبدا باول 600 جوهره، هذول راح يطلع لي فيهم، خلونا نفتح الباكج على السريع لانه كلهم راح يطلع فيهم توكن. نشوف الباكج اللي بعده، هاد باكج بنفسجي اتوقع راح يطلع لنا فيه سكن، اتوقع بيطلع لنا فيه سكن. لا طلعت لنا الشنطه. اوكي نايس حتى الشنطه مو مشكله يا اصدقائي، يعني هيك ما بنحتاج توكن للشنطه، التوكن اللي عندنا راح نستبدل فيه بسكن البنت شنطه مره ثانيه. طيب نشوف الباكج اللي بعده اصدقائي، هذا الباكج كمان راح يطلع فيه توكن. كم توكن صار عندنا هيك؟ والله ما بعرف، خلونا ناخذ هاي البكجات وبعدها نروح للمتجر نشوف كم توكن صار عندنا ونجيب سكن البنت. اوكي نشوف يا اصدقائي وين هذا سكن البنت، 50 توكن، حرام راح يضل عندنا توكن 14 توكن زياده، يلا مو مشكله عادي. وهذا سكن البنت مثل ما انتم شايفين، حصلنا على سكن البنت كمان. اوكي طيب والله حلو سكن البنت صراحه، راح اخذ له سكرين شوت بعدين من الفيديو. خلونا نطلع اصدقائي نفتح البكج. طيب شو في عندنا باقي؟ والله يا اصدقائي اول مره بتعب وانا بحرق جوال، حسيت حالي حركت كثير اليوم. طيب نشوف هذا سكن البنت، هذا سكن البنت جولد رويال، صاحب النصيب يجيبه هو بالجولد، بعدين راح نجيب هذا السكن اصدقائي تبع البي 90. طبعا يا اصدقائي مين مفكر انه ما راح اجيب سكن البي 90؟ راح اجيب السكن البي 90 كمان، والله سكن البي 90. لا مش الام 16 يا وجه الجولد، انا بي 90، انا حكيت بي 90 ما حكيت ام 16، مين جاب اوكي طيب الباكج اللي بعده يا اصدقائي نشوف شو راح يطلع لنا للباكج اللي بعده. طيب نايس خلونا نكمل يا اصدقائي لانه هون راح، شو هاي؟ لا تقول لي قنبله، والله قنبله انا عارف. اوكي نشوف اللي بعده، طبعا سكنات كلها راح نستفيد منها، يعني ما راح ازعل اذا ما اعطوني، حتى لو ما اعطوني سكن البي 90 راح يعطوني سكنات دائمه اسطوريه، وكل سكن بنزيده بالحساب بصير الحساب اسطوري اكثر. اعطونا كمان البي 90 مره ثانيه مده 7 ايام. اوكي كمان 10 باكجات، شوف شو راح يطلع لنا بهاي ال 10 باكجات. طيب هاي لا قنبله، اوكي يلا مو مشكله، كمان قنبله، صار عندنا قنابل كثير والله. اوكي هذا لا تقول لي كمان، والله يا اخي شو قصة القنابل؟ قنبلة بابا نويل، لا تقول لي قنبلك، والله حظي اسطوري بالقنابل وما بعرف. اوكي مرة ثانية كمان، لا هاي 10 باكجات، نشوف شو راح يطلع لنا بهاي ال 10 باكجات، يلا بي 90 خلص كون حنون يعني، والله هذا سكن، هذا الحساب مو لإلي يعني، راح أعطيه للمتابعين، فأكون أنت ساعدني، أنا صرفت 250 دولار من حسابي على من يعني من جيبي على الحساب، فأنت كمان ساعدني.
والله هو البي 90 والله هو من صوته يا اصدقائي. وهذا سكن البي 90 تبع لكازا دي بابل. هذا سكن عن جد رهيب. نزلت على فيديو جربته, سكن فعلا اسطوري يا اصدقائي. وهذا سكن كمان صار عندنا بالحساب. طيب شوف عندنا اشياء تانية حصلنا على هاي السكنات. والله حصلنا على سكنات كتير دائما. هذا والله ما بعرف, في خمس بطاقات خلونا نصرفهم خمس بطاقات يعني ما بدي اجيب كذا. اعطونا والله اعطونا قناع. لا اعطونا اللوت بوكس. اوكي يلا نايس خلص, اصلا كويس اللي ما طلع. لو طلع لي قناع راح اصرف باقي الجواهر على الماكينة. طيب في عندنا هون يا اصدقائي الشيء اللي ذكرته اللي هو الثلج, سكن الثلج لازم نجيب له اياه. طبعا هاي البجات الحلو فيها انه بيطلع لك توكن, توكن تقدر تبدلهم بعدين يعني. لو ما طلع لك شيء دائم تقدر تبدل التوكن. فطيب خلونا نجمع توكن ونبدل التوكن. اوكي طيب كمان مره ثانيه ماكس 10 بكجات 250 جوهره. نشوف شو راح يطلع لنا بهاي العشر بكجات. اعطونا لوحه تزلج. طيب لوحه تزلج دائمه. كمان مره ثانيه 10 بكجات 250 جوهره. نشوف شو راح يعطونا. يلا اوف كمان توكن. الله يقطع بشكل التوكن. اعطونا شيء دائم. اعطوني هاي, اعطوني اللوت بوكس دائم. نايس. طيب كيف الواحد بيستبدل بالتوكن هات؟ كيف؟ لا من هون من هون من هون عند البك. والله من عند البكجات نفسها انا بتذكر. والله بتذكر من عند البكجات نفسها كان الواحد بيقدر يبدل التوكن صح؟ كيف نستبدل التوكن؟ بدنا التلج. انا بدي التلج والقلاي, اهم شيء التلج والقلاي, ما بدي اللوت بوكس وال والله عن جد عن جد نسيت كيف استبدل التوكن. والله ما بعرف خلص. المهم التوكن موجودين بالحساب يعني, اللي راح ياخذ الحساب هو يستبدلهم بعدين يعني. في توكن كتير بيقدر يجيب سكن الثلجة, في 72 توكن اكيد راح يقدر يجيب فيهم سكن الثلجة. نشوف شو في عندنا باقي اشياء تانية اصدقائي راح نجيبها بالحساب. والله التوكن مش موجود عن جد, ما في يعني بالمتجر. خلص اللي راح ياخذ الحساب اكيد انت راح تكون من مشاهدين هذا الفيديو, فانت اتصرف بعدين. شو رايكو؟ والله ما بعرف كيف عن جد يعني. كان هو مفروض لما تضغط على البكجات بيطلع لك توكن استبدال توكن صحيح؟ وكيف صار ما بعرف. طيب يلا مو مشكلة اصدقائي خلونا نروح نكمل. في عنا لسه شغل كتير. في عنا البكجات يا اصدقائي, في عنا هاي البكجات لازم نفتحهم. اول ست بكجات ويا رب يطلع لنا دائم. ما في دائم سبعة ايام. طيب مو مشكلة. البكج اللي بعده يا اصدقائي نشوف هذا البكج كمان تبع الصور. اوكي الصور ما راح احتاجهم على السريع خلونا. ما بعرف الانترنت بحس شوي عندي ضعيف فبيطولوا البكجات لما بيفتحوا, مش مساعدني الانترنت بحرق الجواهر. كلار خانز. طيب نشوف. خلاص اوكي روح يا كلار خلاص لا تكون هيك عنيد. شوف لي بعده هاي ال 16 باكج جولد. يا هلا والله بالجولد. يلا الجولد خليه يصرفهم على ماكينه الجولد ريال يجيب فيهم سكن هذاك. طيب والله الحساب عن جد صار اسطوري, عن جد الحساب صار خرافي يا اصدقائي. شوف شو راح يعطونا هون كمان, هون جولد كمان, هون صور 1000 صورة عطونا. طيب يا رب هذه يطلعنا دائم صاعقة. طيب تعال انت والله خاصياتك مو كتير اسطورية يا اخي والله. متكبر هذا السكن. طيب نشوف لي بعده كمان خمس بكجات ما في شي دائم. كمان خمس بكجات يا اصدقائي كمان. لا تسعة, هذول تسع بكجات كانوا. واو شفتهم خمسة. طيب شيبا كمان, شيبا ما بدك تطلع. والله عيب يا شيبا يعني هاي لا سكن بس. طيب كمان هاي البكجات تبع الفيماس بلكي بيعطونا فيهم شيء دائم. ما في شيء دائم والله يقطع بشكل الحظ. على فكره والله حاب احكي لكم شغله, هاي الشغله كثير ناس دائما بتقول لي لا علي عمر انت غلطان بهذا الشيء. والله العظيم روح اشتري 10 بكجات ب 900 جوهره من المتجر, لا تحط عليهم تخفيض ولا تحط عليهم اي شيء. يعني خلينا نقول مثلا بكجات الاكي دراجون بتعرفوا انه الباكج ب 90 جوهره, يعني ال 10 بكجات ب 900 جوهره. اوكي انت اشتريهم 900 جوهره ما تحط عليهم تخفيض ولا تحط عليهم اي شيء, وافتح البكجات احتمال كبير يطلع لك الاكي دراجون فورا يعطوك اياه دعم. اذا حطيت عليه تخفيض مثلا 900 جوهره, حطيت عليهم تخفيض تبع ال 100 جوهره واخذت ال 10 بكجات ب 800 بدل ما تدفع 900, راح تكون نسبه الحظ عندك خايسه. يعني خلينا نقول احتمال راح يصير, اذا كان الاحتمال 80% يطلع لك دعم راح يصير الاحتمال 40% انه يطلع لك دعم. اوكي ادخل على احد الاحداث اللي فيه بكجات, احرق ابو الحدث طبعا راح تحصل على بكجات. هاي البكجات تعال افتحها, راح تكون نسبه الحظ عندك تقريبا فقط 10% انك تحصل على شيء دائم من داخل البكج. والله يعني هذا الشيء كثير ناس بتعاندني باللاعبين بيقولوا لي لا انت غلطان بهذا الشيء, بس انا متاكد يعني انا معروف بحرق الجواهر وبفتح البكجات وانا عندي خبره بهاي الامور. فانا متاكد انه البكجات لما بتشتريها بسعرها الاصلي, خلونا نفتح هلا هون تبع السكنات هاي, هذا سكن الفاير باس تبع البنت. اوكي وهذا سكن البروفيسور, والله سكن اسطوري عن جد الحساب صار خرافي اصدقائي. هذا كمان تبع الفاير باس. هون البطاقات تبع
فعن جد والله انا عن تجربه يعني البكجات دائما بشتريها بجواهر بسعرها بتكون الحظ فيها اسطوري، واللي بحصل عليها هيك من الاحداث بيكون الحظ فيها عن جد خايس. خلونا نطور شخصيه الوك. صحيح اصدقائي، هاي بالبطاقه الزرقاء نسوي ليفل 4، وهي الوك تطور لليفل 4 كمان. اوكي شو راح نسوي كمان؟ والله محتار. هذا عندنا سكن هذا تبع الفاير باس، وحصلنا على سكن هذا اللي كان بالماكينه تبع البروفيسور. في عندنا كمان سكن هذا سكن وين هذا سكن؟ هذا سكن تبع الحاضنه. اوكي هذا سكن مفروض يكون اسمه هذا اسمه بروفيسور، وهو فعلا يعني نفس السكن اللي كان يلبسه البروفيسور في لاكازا دي بابل. اوكي حصلنا على هدول كمان من البكشات. اوكي خلونا نرجع نلبس هذا هو والشرط، الشرط الازرق نلبس معهم. ما في عندنا حذاء، والله هاي الأحذية خايسة صراحة. أنا بحب الحذاء الأبيض مع سكنات، بحس لبسه أسطوري. فشو رأيكم نرجع نروح للمتجر مرة تانية أصدقائي؟ خلونا نروح للمتجر ونجيب حذاء يكون هيك حلو، يعني حذاء يكون أبيض أكرمكم الله. طيب نشوف وين الأحذية. تعال يا باندا أنت، والله أنا كنت نسيك يا باندا. تعال يا باندا، كنت نسيك أنا والله. اوكي تعال خلينا نجيب الباندا. والله كويس اللي دخلت على المتجر ذكرت الباندا. صراحه الباندا كثير من الحيوانات اللي كثير انا بحبها تكون بالحساب، وكمان من الخاصيات اللي كثير اسطوريه وبتساعد. طيب تعال يا باندا. اوكي خلونا نرجع مره ثانيه لعند لا بدي اروح المتجر، انا كان بدي اشتري الحذاء صحيح نسيت. خلونا نشوف وين الاحذيه يا اصدقائي. هون الاحذيه. اوكي في عندنا هذا الحذاء، بس لا في هذا الحذاء بس هذا تبع بنات، خساره والله حرام. يلا هذا الحذاء الابيض شو رايكم نجيبه؟ خلص ب 100 جوهره، وكمان على قد الجواهر اللي انا عندي هي 100 جوهره، وحصلنا على الحذاء الابيض كمان. بس وين الحذاء؟ خلونا نروح نلبس الحذاء الابيض. اوكي هذا هو الحذاء الابيض، وهذا سكن البروفيسور كمان سكن الكريمنال الاحمر كامل. فطيب خلونا كمان نغير الشعر تبع الوك، نلبس هذا هيك اسطوري. بس حرام لو فينا هذا القناع بصيروا قناع قناعين هيك، ما بعرف حسيتها لا مو حلوة. نلبس قناع الفاير باس هيك أحلى صراحة، هيك حسيت أحلى إنه مو حلوة قناعين، يعني حسيت إنه عن جد في شيء غلط بالموضوع. أوكي طيب هلا رح ندخل لعند الشخصيات يا أصدقائي. هون صار عندنا تقريبا ثلاث شخصيات، جوزيف وحيات وألوك صار عندنا بالحساب. خلونا هلا نشوف الأشياء اللي جبناها بالحساب. هاي سكنات الأسلحة على السريع رح نستعرضها، بس خلونا نحط الإم4، ما رح أحطهم كلهم يعني على السريع. بس سكنات الأكي، سكنات البي الM14، سكار البي سيستم B40، وهاي سكنات كلها مثل ما انتم شايفين والله صار سكنات أسطورية. هذا ما بنحط باللوبي لا. أوكي فعن جد الحساب صار خرافي، هذا لازم نحطه كمان، لازم نحطه باللوبي كمان يا اصدقائي. اوكي يلا خلينا نحطه باللوبي. هذول القنابل ما بعرف، خلي هو اللي بيفوز بالحساب يجيب اللي يحط سكنات اللي هو بيحب يلعب فيها. بس خلونا نحط الرقصات، هاي الرقصه الثانيه ثالثه، خلينا نحط الرقصه الرابعه. اوكي رقصه الكلب عن جد من الرقصات اللي كثير نادره وكثير اسطوريه صراحه. اوكي في عندنا هون هون السكنات تبع السيارات، هذا سكن خلينا نحطه. في عندنا هون تبع الشناطي، هون لوحه التزلج كمان لازم نحطها يا اصدقائي. اوكي في عندنا لو ما بعرف هاي الاشياء كلها هو راح يختار، اللي بيفوز بالحساب هو راح. بس الصور لازم نحطها عشان نحس انه الحساب هيك تغير من حساب نوب الى حساب برو. اوكي ونحط صورة الغلاف كمان، هاي أحلى صراحة، حسيت بتبين الاسم وبتبين نقاط الفاير باس. فبس كيف نخفي رتبة الرانكت؟ في أشياء كتير عن جد أنا صلي زمان ما استخدمتها، ومع التحديثات بحس غيروا مكانها، يعني مثل التوكن، مثل كيف بيغيروا مكان تبع رتبة الرانك؟ يعني في مكان مثل علامة صحة بتضغط عليها، تضغط عليها بتصير تبين رتبة الرانك، وبس تشيلها ببين الليفل ما ببين الرانك. والله ما بعرف بلكي من لا مو من البروفايل، لا مش من البروفايل يا اصدقائي. اوكي خلص مو مشكله. على كل حال يا اصدقائي صراحه عن جد تحبت، وما بعرف شو لسه لازم نحرق بالحساب. اتوقع هيك حرقت كل الاحداث وحرقت ابو الفري فاير كلها يا اصدقائي. وعن جد الحساب اعطوني تقييمكم للحساب تحت من 10 يا اصدقائي، انه حساب بيوم واحد تحول من نوب الى حساب برو. فشو رايكم انه بخلال تقريبا صلي ساعة بصور ساعتين تحول الحساب من حساب نوب إلى حساب برو؟ أعطوني تقييمكم تحت للحساب بالتعليقات، وأعطوني تقييمكم للفكرة إذا عجبكم هذا الفيديو أصدقائي. خلونا نوصل الفيديو 200 ألف لايك. فهذا هو كان الحساب الجديد اللي تحول من برو من حساب نوب إلى حساب برو، وهذا كان الفيديو لليوم. فبتمنى عن جد من القلب إنه هذا الفيديو يكون نال إعجابكم. بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة إذا ما كنتوا مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم كل فيديو جديد عن فري فاير. ويا أصدقائي
هاي مثل ما حكيت نوصل هذا الفيديو 200,000 لايك فراح اسوي مسابقة على حساب. المسابقة راح تكون ان شاء الله طبعا المسابقة راح تتصور وتنزل كمان على قناتي على اليوتيوب. المسابقة راح تكون على حسابي على الانستغرام، رابط حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف الديسكريبشن بوكس، روح تابعني على الانستغرام والمسابقة راح تكون على ستوري الانستغرام بعد يومين ان شاء الله. بنزل ستوري بقول لكم اذا وصل الفيديو 200,000 لايك، بنزل ستوري بقول لكم شكرا على 200,000 لايك وبقول لكم استعدوا للروم. طبعا المسابقة راح تكون بروم يا اصدقائي، بفتح روم بنزل على ستوري الاي دي وكلمة السر، بعطيكم بعد اكيد بقول لكم بعد 5 ساعات 6 ساعات عشان تستعدوا، وبعدين بفتح الروم بنزل اي دي وكلمه السر على ستوري تبع الانستغرام، وبعدها بس يتعبى الروم. طبعا شروط اكيد اللي بيشاركوا كلهم لازم يكونوا ما بيشحنوا، اللي بيفوت بيشحن راح نطلعه بالروم، لانه انا حابب اللي يشاركوا بهذا الروم يكونوا كلهم اللي حساباتهم تبندت او اللي حساباتهم جديده او اللي يكونوا بحياتهم ما شحنوا باللعبه، حاببهم يشاركوا بهذا الروم. طبعا اللي بيفوز بويا هو اللي راح يفوز بالحساب، راح اصور لكم الروم كله وانزله على اليوتيوب، وبعدها راح انزل لكم فيديو كمان كيف سلمتوا الحساب ونشوف ردة فعله بالحساب يا اصدقائي. فبس نوصل هذا الفيديو 200,000 لايك راح تلاقوني فورا عملت المسابقه على الانستغرام. فإذا متأكدين أنه راح نوصل الفيديو 200,000 لايك روحوا تابعوني من الآن على الانستغرام. طيب اليوم كمان راح يكون في بث مباشر على تطبيق نونو لايف، راح نفجر أبوها نفنش أبو السيرفر يا أصدقائي على تطبيق نونو لايف. لسه مو محمل تطبيق نونو لايف يروح يحمله من جوجل بلاي أو من الأب ستور عن طريق الروابط الموجودة تحت في صندوق الوصف ديسكريبشن بوكس. بعد ما تحمل تطبيق نونو لايف ابحث عني بالاي دي 10 20 30، راح تلاقي حسابي، تابعني وانتظر البتوت اللي بتكون بشكل يومي على هذا التطبيق. كل يوم بتوت أسطورية، بتوت خرافية أصدقائي، وعن جد راح تنال اعجابكم. فطيب اصدقائي راح اكون بانتظاركم اليوم على البث، وكل الروابط اللي ذكرتها موجوده تحت في صندوق الوصف الديسكريبشن بوكس. وصو حبايب قلبي لايك، بنكون وصلنا نهايه هذا الفيديو لليوم. فكان معكم علي عمر واشوفكم ان شاء الله على خير.